السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاب نمبر 3 in medical parasitology laboratory about flagellates. As introduction, flagellates are unicellular microorganisms. مثل ما اتفقنا هم من البروتوزوا. Their locomotion is by lashing a tail-like appendage called flagellum or flagella. إذا هي بتستخدم للحركة من اسمها الفلاجيلات، بتستخدم الفلاجيلم for single and flagella for plural. And reproduction is by simple binary fission. إذا وتكاثرها يتم عن طريق الانشطار الثنائي البسيط. There are three groups of flagellate. إذا subphylum flagellate بضم 3 groups. في عنا ال luminal flagellate يلي هو رح نناقش عن ال giardia وداي انتاميبا فراجيلس، giardia لامبيلا and داي انتاميبا فراجيلس، هم من ال luminal flagellate اللي بيصيبوا الجهاز خلينا نحكي الهضمي او بقولوا في الانتستين. في عنا كمان الجروب الثاني الهيموفلاجيلات. هيموفلاجيلات رح نناقشهم في اللاب القادم ان شاء الله، التريبانوسوما سبيشيس والليشمانيا سبيشيس. جروب نمبر 3 از جنتل فلاجيلات. جنتل فلاجيلات رح نناقشها ايضا اليوم باذن الله تعالى، اللي عنا التراكوموناس فيجيناليس. بالنسبه لللومينال فلاجيلات، فيرست جروب از لومينال فلاجيلات. اول سبيشيس رح نناقش اللي هو عندنا الجارديا لامبيلا. بالنسبه للجارديا لامبيلا الفيتشرز لها خلينا نشوف ايش مميزاتها كيف شكلها. اللايف سايكل اوف جارديا لامبيلا كونسيست اوف تو ستيجز. برضو فيها طورين مثل ما تعودنا او اخذنا في الاميبا، هون نفس الشيء الفلاجيلات عندها تو ستيجز، تروفوزويد اند سيست ستيج. تمام. بالنسبة لشكل الجارديا لامبيلا، هي عبارة عن bilaterally symmetrical. كيف يعني؟ يعني هاي شكل الجارديا لامبيلا إذا قسمناها بالنص كل نصف بيشبه الآخر. تمام؟ symmetrical. بير شيب بيجي شكلها مثل الكوميثرا. With two nuclei, the trophozoid. عمالنا بنحكي the trophozoid of giardia lamella have two nuclei. Have also four pairs of flagella. Four pairs of flagella. يعني عندها 8 eight flagellates. تمام، عندها eight flagella. أيضا have two azonemes أو بنسميه الأزوستايل، اللي هو عنا بيجي هون خطين داخليات بنسميهم أزوستايل أو azonemes. And suction disc أو بنسميه sucker disc، اللي هو هاد اللي هيك زي إنه محيط، هاد هيك بنسميه sucker disc. هذا الشيء كتير مهم بالنسبة للجياردي لامبيلا، السكشن ديسك أو السكر ديسك أو السكرز خلينا نحكي، كتير مهمين للجياردي. واي بتعمل attachment to the intestinal wall. تمام، إذا جياردي لامبيلا بتستخدم السكرز أو السكشن ديسك to attach to the intestinal wall. تمام، حتى تمسك بالintestinal wall وتثبت حالها بجدار الأمعاء من خلال هذا خلينا نحكي الجزء فيها. تمام، هاي بالنسبة للتروفوزويد. كلياتنا تعرفنا على شكل التروفوزويد. هاي شكل التروفوزويد under microscope كتير واضحة، يعني ما في داعي إنه نخاف ان نعمل مس دياجنوسيس، لانه كتير واضحه مجرد ما نشوفها اندر مايكروسكوب شكلها هيك، يعني ما بعرف بقول يعني مثل القناع، مثل كانه لها عيون وانف وتم، فبنحسها مثل الماسك. فبس نشوفها شكلها مميز، ما في اي باراسايت تاني بيشبهها،
فبنعرف انها جيارديا لامبيلا. have 8 فلاجيلا, have 2 نيوكلي, have ازوستايل, هاي شكلها ايضا اندر مايكروسكوب, هون كرسم توضيحي لشكل واجزاء الجياردي لامبيلا. have large كاريوسوم, شايفين برضو هون النيوكليس, have كاريوسوم, لا but large كاريوسوم, نقدر نشوفها بشكل كتير واضح الكاريوسوم. اذا هذا التروفوزويد ستيج اوف الجياردي لامبيلا. طب نيجي للسيست ستيج اوف الجياردي لامبيلا. بالنسبة للسيست ستيج have thick walled with 4 nuclei. إذا في البداية عندها thick wall, داخلها 4 nuclei and several internal vibria. هلا بنشوفهم. Each cyst gives rise to 2 trophozoid. كل سيست طبعا بتعطينا 2 تروفوزويد لانه هي هاف 4 نيوكلي, each تروفوزويد هاف 2 نيوكلي, so each cyst give 2 تروفوزويدز. during طبعا البروسيس كلياتنا صرنا نعرفها اللي هي عن الاكسستيشن, تحويل السيست تو تروفوزويد, وين بتحدث in the intestinal tract. بالنسبة للترانزميشن is by ingestion of the infective cyst. نفس الشيء اللي بنقدر نقوله فيكال اورال راوت. نشوف شكل السيست اندر مايكروسكوب. This figure show the cyst stage under microscope. هم تكون مصبوغة بالايودين, شايفين هاي الرسمة توضيحية. have 4 نيوكلي, تمام. have خلينا نحكي thick cyst wall, وأيضا ممكن نحكي لهم median buds, تمام. فبرضو شكلها مميز لا cyst تكون elongated عادة cyst of Giardia lamblia. خلينا نحكي عن ال life cycle of Giardia lamblia. حكينا بالبداية هي fecal oral route, هون داخل ال human body, هون اللي هو عن الهوست, هون الـ external environment الجزء الثاني. في البداية هذا الـ human ممكن يعمل ingestion للـ infective stage اللي هو عندنا cyst, بيكون عندنا عامل contamination للـ food أو للـ water, فبيعمل له ingestion بياخذ الـ infective stage اللي هو عندنا cyst stage, فبينزل بيوصل للديدنم. خلال الديدنم بصير عنده اكسستيشن بتحفيز من الجاستريك اسيد ان ذا ستومك طبعا, فبيؤدي لعمليه الاكسستيشن, فمن الاكسستيشن بيطلع عندنا التروفوزويدز. هلا التروفوزويد ان ديدنم انتيجينم بيكون موجودين فيها. بالنسبه للتروفوزويد رح يصير لها مالتيبليكيشن, هي طبعا رح تمسك في الانتستينال وول بايش حكينا بالسكرز, تمام, بالventral sucking من الديسك بنسميهم, without penetration the intestinal mucosa أو lining mucosa ما بتخترقه, لكن بتثبت حالها, بتعمل بس attachment للintestinal wall. وبعد هيك بتصير عنا خلينا نحكي division أو multiplication أو خلينا نحكي reproduction. حكينا by longitudinal binary fission, انشطار ثنائي لكن بشكل طولي. After that, trophozoid on mucosa of duodenum. بعد هيك ممكن يصير في عنا dehydration يؤدي لتحويل trophozoid to cyst, وبيخرج مع الفيسس trophozoid and cyst of Giardia lamblia. فلما نشوفهم under microscope نعرف انهم عبارة عن diagnostic stage للجياردية lamblia, او بنسميه giardiasis disease. جيارديازيس اللي عنا انفكشن ويب جياردية لامبيلا. طيب if microscopic examination of a stool is negative, عملت with mount preparation, شفتها under microscope, ما شفتش
عنده اي سيس او تروفوزويد، ولكن البيشنت هايلي سسبكتد يكون معه جيردياسيس. دكتور كتير متوقع انه معه جيردياسيس، اجاله ستول سامبل شفتها عند الميكروسكوب، ما شفتهم، شو بعمل؟ ببلغ الطبيب. فالطبيب بيطلب له دودينال اسبيريشن اور سترينج تيست، يعمل له اور بايوبسي اوف ذا ابر سمول انتستين كان بي اكزامن. تمام، اذا طلع عندنا نيجاتيف كان هايلي سسبكتد للجيردياسيس، ايش بنتبع؟ بنتبع يا اما الدودينال اسبيريشن او السترينج تيست، حكينا عنه في المحاضرة بالنسبة للسترينج تيست، اور بايوبسي ناخذهم نعملهم اكزامينيشن. In addition to conventional microscopy، بالإضافة لل conventional microscopy ممكن نستخدم several immunologic tests can be implemented for the detection of parasitic antigens. Okay، ممكن برضو نستخدم ال خلينا نحكي serological or immunologic test للكشف أو للكشف عن ال parasitic antigen. Okay، نيجي بالنسبة لل treatment. عادة بنستخدم الميترندازول أو الكوينكراين هيدروكلورايد ل الأسيبتوماتيك كارير and diseased patient with giardiasis. طيب هيك بنكون حكينا عن الجياردية لامبيلا. السبيشيس الثاني من الفلاجيلات، وخلينا نحكي هي جنتل فلاجيلات، التراكمونس فاجيناليس. بالنسبة للتريكومونس فاجينالس هي عبارة عن بير شيب، نفس الشكل تقريبا، بيجي شكلها مثل الكوميثرا. هاي بالنسبة للتروفوزويد اللي ما عندها غيرها، with central nucleus and four anterior flagella. اوكي، كيف شكلها؟ تيجي بير شيب، half four anterior flagella half central nucleus approximately. تمام، and undulating membrane extend about. هذا الشيء بيميزنا كثير او بيساعدنا كثير بالتمييز بين التراكمونس سبيشيز. two third of the length. تمام، هاي عندنا التراكمونس فاجيناليس، كيف نميزها؟ عن طريق الاندوليتنج ميمبرين. هذا هو الاندوليتنج ميمبرين، شايفين هذا هيك الغشاء الرقيق الطالع هون، هو عباره عن امتداد للفلاجيلا وعامل اتاشمنت مع ال خلينا نحكي السل نفسها، فأعطانا الأندوليتنج ميمبران. إذا كان واصل تقريبا لثلثين ال خلينا نحكي البروتوزوا أو التراكومونس فاجينالس، أوكي بتكون تراكومونس فاجينالس. هاي شكلها أندر مايكروسكوب. تمام، هاي عبارة عن جياردية، سوري، عبارة عن تراكومونس فاجينالس. كيف بصير الترانزميشن بما إنها هي عبارة عن جنتل فلاجيليز؟ الترانزميشن باي سيكشوال انتركورس. كيف اللايف سايكل اوف تريكوموناس فاجينالس؟ بيتم انتقالها عن سيكشوال انتركورس، عن طريق سيكشوال انتركورس. تمام، في البداية بيكون في عنا التريكوموناس التروفوزويد اوف تريكوموناس فاجينالس. تمام، تتحول ل خلينا نحكي او بصير لها ديفايدد. هاي عبارة عن التروفوزويد، تنقسم حكينا باي لونجيتودينال باينري فيجن، الانشطار الثنائي الطولي، فبصير لها مالتيبليكيشن بتعطينا عدد اكبر من التروفوزويد. بعد هيك التروفوزويد ان فاجينا او على اليوريثرا، وممكن انها تخرج في اليورين او خلينا نحكي البروستاتيك سكريشن او عن طريق الفاجينال سكريشن، وبتم مثلا عدوى شخص اخر، وبتنعاد اللايف سايكل ان ذس واي. لما نحكي انفكتيف ستيج هي التروفوزويد، والدياجنوستيك ستيج تروفوزويد. التراكومونس فاجينالس ما عندها سيست، عندها اونلي تروفوزويد ستيج. تمام، طيب بالنسبه للابوراتوري دياجنوستيس ان فيميلز، Trichomonas vaginalis may be found in urine sediment. فبنعمل wet mount preparation of vaginal secretion or vaginal scrubbing
أو في اليورين سيديمنت أندر مايكروسكوب ممكن إنه نلاقي التروفوزويد أوف تراكوموناس فاجيناليس. إن ميل it may be found in urine, ممكن ألاقيها in urine إذا سمت عدوى الميل. With multiple preparation of prostatic secretion or following massage of the prostate gland, okay. ممكن عن طريق ال prostatic secretion برضو نشوف under microscope the trophozoid of Trachomonas vaginalis. Contamination of the specimen with feces may be confused Trachomonas vaginalis with Trachomonas hominis. ممكن يصير في عنا contamination with a few of feces. بالنسبة للتريتمنت الميتنادازول عادة هو العلاج المناسب لأغلب ال خلينا نحكي البروتوزوا أو ال parasite أو parasitic infection. تمام. إذا الريزيستنت أوكير ممكن إنه يكون عندي السبيشيز يعمل ريزيستنت للميتنادازول نعمل ريتريتمنت with higher doses is required. اوكي اعطينا دوز معين من الميتريزول ما صار في عنا اي شفاء بنرجع نعمل ريتريتمنت بالميتريزول لكن بدوزيج اعلى. طيب خلينا نحكي من اللومينال فلاجيليت عنا داي انتاميبا فلاجيليس. هذا السبيشيز في البداية كان classified as an amoeba. إذا قديما كان يصنفوا الداي انتاميبا فراجيلس ما الأميبا. لكن ال internal structures لما استخدموا خلينا نحكي الكترون مايكروسكوب وشافوها بشكل أوضح وعملوا دراسات عليها اكتشفوا إنه شكلها أقرب للفراجيلات من الأميبا. بس عندها تروفوزويد ستيج ما عندها سيست ستيج. هاي شكلها اوكي شكل ال داي انتاميبا فراجيلس هاف تو نيوكلي بنسميها باي نيوكليات. هي هافي عندها تو نيوكلي باي نيوكليات هاف فروم 4 تو 8 كروماتين. هاي النقاط اللي بنلاقيها مثل الوردة شكل الوردة عندها النيوكليوس. هاي كصفة مميزة لإلها بنقدر نميزها أندر مايكروسكوب عن غيرها من خلينا نحكي البروتوزوا أو الأميبا. النيوكلياس عندها تنتين نيوكلياس وشكلها بيجي مثل هيك مثل الوردة أو إنه منقطة. فيها هي عبارة عن الكروماتين عددهم من 4 إلى 8. The life cycle and mode of transmission of Diintamoeba fragilis till now are not known. تمام لحد الآن مش معروفة الطريقة بالذات بالنسبة لللايف سايكل والمود اوف ترانزميشن. But it has worldwide distribution منتشرة على نطاق واسع من العالم. The transmission is postulated transmission by fecal oral route does occur. اوكي الترانزميشن ممكن انه متوقع انها فيكال اورال رات لان هي حكينا لومينال اور انتستينال فلاجيلات. Most infection with Diintamoeba fragilis is asymptomatic بتكون without symptoms بدون اعراض with colonization of the cecum and upper colon. ممكن تعمل colonization لهذا الموقع في الكولون. اوكي ممكن البيشنت في مراحل متقدمة يصير في عنده سيبتومز أو سيبتوماتيك ديزيز consisting of abdominal discomfort. ممكن يكون عندنا فلوتنس. ممكن يكون في عندنا intermittent diarrhea anorexia weight loss. كل هاي من ممكن تكون السيبتومز of Intamoeba فراجيلس. بالنسبة للتريتمنت عادة ممكن انه نستخدم اليودوغوينول with تتراسايكلين and بارمومايسين. هم عبارة عن هذول الالترناتيف ممكن يكونوا بدائل للعلاج.
ذا ريزرفوار فور ذيس فلاجيليت اند لايف سايكل مثل ما حكينا انون سبيسيفيك ريكومنديشن فور بريفنشن از ديفيكلت. لهيك بما انه اللايف سايكل وال خلينا نحكي طريقة الترانزميشن غير معروفة بشكل واضح جدا، فالحماية والوقاية منها راح يكون أصعب. other flagellates inhabiting the alimentary canal في عنا تراكوموناس هومينس. بالنسبة للتراكوموناس هومينس نفس الشي، شكلها عبارة عن بير شيب تو اوفال، عندها pointed end، يطلعوا شكلها كتير يعني حاد جاي تقريبا pointed end، هاي ممكن انه يميزها. ها فور فري فلاجيلا، عندها فور فري فلاجيلا اند ون مارجن ذا اندوليتنج ميمبرين، في عنا واحد هون عامل اندوليتنج ميمبرين وعامل اكستنشن، هاي اكستندنج بالستيريرلي. تمام، اذا هاي شكل التراكوموناس هومينس، هي سبيشيز تاني من التراكوموناس. بالنسبة للتراكوموناس هومينس حكينا ها فور فري فلاجيلا وعندها وان فلاجيلا بيجي مارجنينج للاندوليتنج ممبرين وعامل اكستنشن في النهاية، فهاي شكلها كتير واضح اندر مايكروسكوب. تمام، هاي بوينتند اند، وبنقدر نميزها برضو من الاندوليتنج ممبرين، الفلاجيلا ممتمدة بعد انتهاء الاندوليتنج ممبرين، والاندوليتنج ممبرين بيجي مغطي الجسم كامل، فمن السهل نميز التراكوموناس هومينس. live in cecal area of the large intestine and feed on bacteria. تعتبر commensal or non-pathogenic. ممكن انه نلاقيها في الدياريك ستول. لحد الان ما في عندها cyst stage on trophozoite stage، لحد الان التراكوموناس ما اكتشفوا منها السيست ستيج. لايف سايكل هاف اونلي تروفوزويد. ترانسميشن بروبابلي اوكير ان ذا تروفيك فورم. ذير از نو انديكيشن فور تريتمنت. تمام، لحد يعني بما انها نون باثوجينيك فما في مثلا تريتمنت معين حتى انه يخلصنا منها. نيجي للتراكوموناس تيناكس. لما نحكي تراكوموناس تيناكس هي برضو سبيشيس اخر من التراكوموناس. it was first recovered from the mouth specifically in tartar from the teeth. there is no known cyst stage. اذا only have trophozoid stage، عادة بتكون موجودة في الماوث على المارجن اوف the teeth. خلينا نحكي التروفوزويد has a piriform shape، هيك شكلها تقريبا بيجي، and is smaller and more cylinder than that trachomonas hominis. شكلها مميز عن التراكوموناس هومينس. بالنسبة للدياجنوسيس is based on the recovery of the organism from the teeth, gums and tonsillar crypts. تمام، ممكن هاي الاماكن او هاي مسحات من هاي خلينا نحكي العينات، مسحات من هذه الاماكن ممكن انه نعمل على recovery للتراكوموناس تيناكس. no therapy is indicated، حكينا انها تعتبر non pathogenic. طيب سوري، هون رجعنا لسلايد من قبل. ضلت عنا اخر سبيشيز في الفلاجيلات اللي عنا الكيلوماستكس ميسينال. بالنسبة للكيلوماستكس ميسينال has both trophozoid and cyst stage، اذا عكس التراكوموناس، تراكوموناس كانت عنا بس trophozoid stage، والكيلوماستكس ميسينال have both stages trophozoid and cyst. بالنسبة للتروفوزويد برضو هاي شكلها بيجي بير شيبت twisted with tapered posterior end. طلع كيف شكلها posterior end، عندها مميز بيجي تقريبا خلينا نحكي مدبب وفيه لفة twisted. تمام،
has one large nucleus, عندها one large nucleus كتير واضحة under microscope, at the anterior rounded end. في ال anterior rounded end عادة بتكون في المقدمة عندها ال nucleus. بالنسبة لل trophozoites moves by the aid of three free anterior flagella, عندها ثلاثة anterior flagella هي بتساعدها على الحركة, and one flagellum in the cytostome, في عندها cytostome هون, ففي عندها one flagellum in the cytostome which is faintly visible, يعني ممكن انه يكون واضح بشكل بسيط او بشكل قليل. تمام, اذا هاي شكل التروفوزويد اوف كيلوماستكس ميسينال, have large nucleus, have three free flagellum, have one flagellum خلينا نحكي in the cytostome, عندها cytostome, عندها twisted end and trapped. هاي شكلها under microscope, شكلها واضح جدا. طيب بالنسبة للتروفوزويد نيجي نحكي عن السيست. السيست rounded with the hyaline knob like projection, هذا الهيالين نوب like projection بيعطيها شكل بنسميه ليمون شيب, يعطيها شكل مثل شكل الليمونة. شايفين هاي هيك تيجي مثل شكل الليمون, هاي مثل شكل الليمون. من وين جاي الشكل؟ من الهيالين نوب like projection with large nucleus situated aside. تمام, في عنا برضو فيها large nucleus. هاي بالنسبة لما احكي لكم ايش الليمون شيبد, بتكون السيست اوف كيلوماستيك سميسنل. It normally lives in the cecal region of the large intestine where organism feed on bacteria and debris. It is considered to be non-pathogenic and no treatment is recommended. هيك بنكون خلصنا لاب اليوم. Good luck for all.